صباح الخير من جديد لك كاثي، وصباح الخير لحازم وكل مشاهدينا الكرام. وزي ما حكينا لكم في صباحات اليوم، كل يوم راح نكون موجودين معكم من متحف الحياة الشعبية في وسط العاصمة عمان، في وسط البلد وتحديدا من المدرج الروماني. الآن احنا بداخل هذا المتحف، وراح يكون معي الأستاذ محمود المحميد أمين متحف الحياة الشعبية. أستاذ محمود صباح الخير ويعطيك العافية. صباح الخير ويعطيك العافية، برنامج يوم جديد المتألق، أهلا وسهلا فيكم في متحف الحياة الشعبية في المدرج الروماني. أخونا محمود، دائما الحياة الشعبية وموروثنا والعادات والتقاليد نتحدث عنها، واليوم هذا المتحف يحكي هاي القصة. تحكي لنا عن متحف الحياة الشعبية بشكل عام. متحف الحياة الشعبية جزء من الثقافة الأردنية، جزء من التاريخ الأردني في محتوياته، سواء في حضارة البادية أو حضارة الفلاحين أو حياة المدينة. مجموع هذه الموجودات داخل المتحف تحاكي التاريخ الأردني، التراث الأردني، حياة الأردنيين، طبيعة حياتهم اليومية. شو رأيك تأخذنا جولة يا أخونا محمود؟ الآن ننزل إلى منطقة القبو. القبو. تدعم القبو، نعم. مجموعة المعرضات في منطقة القبو عن حياة البادية. نبدأ من أول المتحف أخونا محمود، يعني من هذا، يعني بصراحة شيء جميل وإشي بفتح النفس زي ما يحكوا. طبعاً الآن في منطقة القبو عاملين مجسمات تحاكي الحياة اليومية في البادية. نبدا من هون، من طريقه عمل خض النعاج او الماعز لانتاج الالبان والاجبان، نحكي طبيعه الماكل اليومي في حياه الباديه، وخض اللبن في السعن، وعمل الخبز، وطريقه الطهي في القدور. يعني هون طريقه الخبز اشتراك. خبز اشتراك طبعا على الصاج، شيء من الطرق التقليديه في مجتمعات الباديه. أيضاً طبعا طريقة الطهي في المجتمعات البادية بالقدور النحاس والحطب، في الأكلات الشعبية كالمنسف وغيرها من الأكلات، إضافة إلى بيت الشعر. بيت الشعر يعتبر جزء. أخوي محمود المحميد، يعني إحنا دائما بنتغنى ببيت الشعر. مظبوط، بيت الشعر عز وبها العز ما جود، نفسي تحن لشوفته كل ساعة. صح لسانك يا محمود، كل الاحترام. نحكي عن محتويات الآن بيت الشعر زي ما احنا بنشوف الآن بكاميرا برنامج يوم جديد. طبعا بيت الشعر جزء لا يتجزأ من مجتمعات البادية. بيت الشعر عادة في مجتمعات البادية يقسم إلى قسمين، الشج للرجال والمحرم للنساء. فأغلب بيوت الشعر تصنع من شعر الماعز، وتكون عادة باللون الأسود، إضافة إلى نقرة النار لإعداد القهوة وآلات الموسيقى كالرباب للتعاليل والتسامر في هذه المجتمعات. طيب أيضا أخونا محمود، نحكي عن الشق الآخر من هذا المتحف. طريقة إحضار المياه، أغلب طرق إحضار المياه سواء من الينابيع أو من الآبار القريبة في مناطق القبائل، عبارة عن تقسيمات جغرافية للقبائل. نعم. كل منطقة لها العين، يعني من العين، من الغدير، هاي المسميات. نعم. في تلك الفترة أيضاً نشوف كانت اللي هي الناقة اللي زي ما بنشوف الآن الجمل. نتكلم عن نظام الزفاف والزواج في مجتمعات البادية. هاي اللي نشوفها الآن هاي الهودج، هودج العروس. هودج؟ هودج العروس، نعم. هاي طبعا صندوق خشبي زين بالنسيج، تجلس داخله العروس. نعم. تنتقل الى بيتها الجديد. نعم. وايضا زي ما احنا نشوف العريس. العريس طبعا مرافق لها. نعم. ونحكي عن صناعه الوسط التقليديه في مجتمعات الباديه، كانه والابساط اللي في مجتمعات طريقه عمل النسيج والاثاث والفراش في مجتمعات الباديه. نعم. هاي الجزئيه الان اللي راح ندخلها هاي جزئيه اخرى. هاي جزئيه اخرى، احنا نتكلم عن سوق شعبي. كنا نتحدث عن المجتمع البدوي البادية، الآن عن السوق الشعبي. هسه المجتمعات المزيج الأردني سواء في الفلاحين أو البادية أو المدينة يحتاجون منطقة للتسوق، فهاي تلبي حاجاتهم اليومية. سوق شعبي متواضع لأهل البادية، متواضع لجميع المدن، يعني أغلب المنتجات سواء بقوليات او نحكي عنهم اخونا محمود. نبدا من هون، في عاده الاسواق الشعبيه تكون مجتمعه في مكان واحد. نعم. اللي يحتاج تشليخ سكاكين، البويجي طبعا في كل حاره كل مدينه تلقاها، اضافه البقال اللي هو البقال. البقال كعنصر اساسي للاكل والشرب، للمنتجات التنظيف، الاشياء. نشوف احنا الان مثلا حمص وعدس وبرغل والبقوليات جميعها مع الصابون، يعني والانواع الاعشاب ايضا، القمح، الشعير، السكر، الاشياء اللي يستخدموها في حياتهم اليوميه في الاكل والشرب. ايضا الجزئيه اللي موجوده الى صناعه صائغ الذهب والفخار، ضروره ملحه للزينه
كأدوات الصحون، كأدوات طهي من الفخاريات، إضافة إلى ملمع الأواني. عادة آخر جزئية من هذا المعرض، ملمع الأواني، جميع الطناجر كل فترة من الفترات تحتاج إلى تنظيف بطريقة خاصة، نسميه ملمع الأواني، يستخدم مواد خاصة لتجديد هذه الأواني. يعني أخونا محمود، ترى المتحف بالمناسبة هو كبير، يعني في جزء آخر أيضا، حياة القرية وحياة المدينة. لو معنا وقت كان رحنا وزرناهم كمان. ولكن أخونا محمود، شو بتوجه كلمة لأخواننا المشاهدين اللي بيشوفونا من خلال شاشة التلفزيون الأردني عن هذا المتحف الجميل؟ بجوز إحنا الآن شوي حياتنا انحصرت في هذا الظرف الاستثنائي جائحة كورونا، ولكن شو بنحكي من بعد هذه المرحلة إن شاء الله؟ نحكي إن شاء الله إن ترجع الحياة الطبيعية للأردن، ونستمر في تستمر عجلة السياحة إن شاء الله الكريم، ونستقبل الزوار ونعرف شبابنا وبناتنا، وكمدارس كجامعات في التراث الأردني والشعبي الذي هو جزء لا يتجزأ من ثقافتنا وهويتنا الأردنية. أنا بدي أشكرك أخونا محمود المحاميد، أمين متحف الحياة الشعبية في المدرج الروماني. كل الاحترام لك سيدي. كل الاحترام، وأهلا وسهلا، شرفتونا. إذا مشاهدينا الكرام، زي ما شفنا في هذا المتحف، متحف الحياة الشعبية الموجود في المدرج الروماني في وسط البلد، هذا المتحف الجميل. وأتمنى من كل واحد بيشوفنا الآن بعد ما نخلص من هذه المرحلة بإذن الله تعالى، نزور هذا المتحف اللي بيعكس حياتنا الشعبية البدوية وكل الحياة الموجودة داخل هذا المتحف. الآن راح أرجع إلى كاثي وحازم لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد، ويسعد صباح.